الفنان حمود، برحب فيك عبر ليالينا. اهلا وسهلا واهلا بلليالينا. تعبان اليوم بعد والله نشف الريق بعد الغناء والمقابلات، لكن سعيدين دائما بلقائكم. يعطيك الف عافيه. اليوم كنت انت عم تغني للامل وللحياه وللسعاده، قد ايه هذا التحدي بهذا النوع من الغناء مختلف مع الفنان؟ هو اكيد نوع مختلف، لكن صراحه اليوم ما حسيت اني مختلف، لاني انا قاعد اغني عن الامل وعن الايجابيه في حفل كل حضوره والمتسابقين هم صناع الأمل. فأنا اليوم مستلهم الأمل من الجمهور، ولست اليوم معطي الأمل من خلال الأغاني. كيف لقيت العلاقة مع الجمهور اليوم؟ التفاعل كيف كان؟ جمهور رائع، جمهور كان مالي المسرح ما شاء الله، يعني ليلة لا تنسى للأمانة، وتطلع للقاء إن شاء الله في السنوات القادمة. كان في 4 فائزين اليوم، من أكثر قصة بيناتهم لمس؟ هلا كلهم رائعين وممتازين، بس في قصة حتى ما اجامل، انا كنت خلف الكواليس فكنا نشوف الشاشه بس ما كنا نسمع، لكني متحمس ارجع علشان اشوف الحفل كاملا في اليوتيوب، وبعدها ممكن اقول لك رايي، لان ما حاليا ما سمعت صراحه القصص يعني، لكن اهنيهم كلهم وبارك لهم بهذا الفوز، واكيد كلهم يستحقون الفوز. ممكن نشوفك بلون غنائي جديد بعد فتره؟ ممكن بالعكس احب التجديد، وممكن جدا. شكرا كثير، حياك الله، اهلا وسهلا.